النبي عليه الصلاة والسلام يصور لنا ظاهرة اكتشفت حديثا تسمى البرق الراجع. يعني نحن نرى شعاع البرق ينزل من السماء من الغيمة إلى الأرض، تمام، ولكن لا يوجد برق يخرج من الأرض مثلا. هل رأيت برقا أبدا يرجع إلى السماء؟ لا، ينزل ينزل ولكن يرجع يعني صعب. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، ومنهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. عليه الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فكان يحدثهم عن المرور على الصراط يوم القيامة، فقال لهم: فيمر أولكم كالبرق. سليم. نعم. قاطعه سيدنا أبو هريرة وقال له: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ يعني العقول في ذلك الزمن لم تكن تتخيل أن البرق له سرعة. تمام. وهذا اكتشاف علمي حديث، في 100 سنة الماضية اكتشف أن الضوء له سرعة محددة، سليم، 300,000 كيلومتر في الثانية. نعم. 1400 سنة لم يكن أحد يتصور ذلك. لذلك سيدنا أبو هريرة استغرب وقال له: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ هنا تأتي المعجزة النبوية. قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ويرجع في طرفة عين. عندما درس العلماء ظاهرة البرق لم يتمكنوا من رؤية البرق إلا بعد اختراع الكاميرات ذات التصوير السريع التي تلتقط أكثر من 1000 صورة في الثانية. وصوروا هذا الشعاع، وجدوا بالفعل أن هذا البرق ينزل ويرجع ثم يرجع بالتصوير البطيء. سبحان الله. نحن طبعا نرى ومضة برق سريعة جدا. المفاجأة أن علماء وكالة ناسا صوروا هذا البرق من الفضاء، ودرسوه بشكل مطول، وكتبوا على موقعهم، موقع وكالة ناسا، أن ومضة البرق، زمن هذه الومضة يتم خلال جزء صغير من الثانية بحدود 20 إلى 30 ملي ثانية. الملي الثانية جزء من 1000 من الثانية. وقالوا هو نفس الزمن اللازم لطرفة العين. هكذا in a blink of an eye، وضعوها باللغة الإنجليزية. كتبوا ومضة البرق، هم يشرحون للناس، يريدوا أن يستخدموا كلمات بسيطة. يقولون البرق هو الظاهرة ينزل ثم يرجع وفق خطوات دقيقة، وأطوار، هناك أطوار للبرق ومراحل، وكل هذه المراحل تحدث في طرفة عين. شوقتنا للفيديو. سبحان. دعنا نشاهد. نشاهد الفيديو. نعم. هذا البرق الراجع. نعم. الراجع. نعم. وحبذا مع الصوت لكي يعني نعيش مع البرق. تمام. انظر، هذا شعاع البرق العادي الذي نراه بالتصوير البطيء. سوف تشاهد الآن كيف ينزل ثم يرجع الشعاع. تأمل معي بعد قليل. هذا تصوير بطيء، يعني تم تبطيئه 250 مرة تقريبا. انظر الآن كيف يخرج وكأنه يرجع من الأرض باتجاه عجيب الأعلى. الله أكبر. وهذه لقطات نادرة جدا يعني. تمام. صورت عام 2013 تقريبا. حديثة. يعني قبل. انظر كيف يرجع إلى السماء. انظر. يرجع بانفجار أيضا. نعم. وصوت. نعم. سبحان الله. لا إله إلا الله. يعني تصور أن أحدا يستطيع أن يصف هذه الظاهرة في القرن السابع الميلادي. لا يمكن، لو لم يكن رسولا من عند الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يرجع باتجاه السماء. انظر، هذه صور حقيقية، تصوير حقيقية. طبعا هو ينزل حتى سطح الأرض يا باشمهندس على ارتفاع 30 أو 50 متر
ثم يعود مرة ثانية؟ ثم شحنتان. أيوة. نحن لدينا البرق شحنتان سالب وموجب. تمام. تصطدم هذه الشحنات ببعضها، الشحنة السالبة مع الشحنة الموجبة، ثم يشكل هذه الضربة الراجعة تسمى. حتى علميا تسمى الضربة الراجعة. الراجعة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام صور لنا ماذا يحدث داخل هذا شعاع البرق، مع العلم أن العلماء يقولون إن درجة الحرارة في مركز شعاع البرق، هل تعرف كم؟ كم تتوقع يعني؟ كم؟ حرارة سطح الشمس كم؟ مليون. 6000 درجة مئوية. سطح الشمس. سطح الشمس. نعم. سطح الشمس 6000 درجة مئوية قادرة على إذابة أي شيء. طبعا. الصخور تغلي في هذه الدرجة. مركز شعاع البرق درجة الحرارة 30000 درجة مئوية. خمسة أضعاف ضعف الشمس. خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس. الله أكبر. سبحان الله.